في 3 أغسطس عام 2014 اجتاح تنظيم داعش الإرهابي جبال سنجار في شمال العراق، حيث تعيش الغالبية من الأقلية الإيزيدية والتي تعرضت لعمليات تطهير واضطهاد وإبادة جماعية على يد التنظيم الذي سيطر على المنطقة ما بين عامي 2014 و2017. الآلاف من الإيزيديين تم إعدامهم ومثلهم اختطفوا، كما تم سبي النساء وتجنيد الأطفال للقتال في عمليات تطهير بشعة وصفها العالم بأنها من ضمن أكبر الإبادات الجماعية المنظمة التي عرفتها الأمم. وحتى اليوم لا زالت تستخرج عشرات الجثث من مقابر جماعية في سنجار، في حين أن أكثر من 2700 شخص ما زالوا في عداد المفقودين وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أكد بدوره على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات الإيزيديات بأقبية السبي الداعشي، وقال إن السلطات العراقية لن تخلد للراحة ولن يستريح الضمير ولن تطمئن النفوس ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتسترد الحقوق. ما تعرضت له الطائفة الإيزيدية من مأساة ترك أثرا مدمرا على شعبها والعالم بأسره. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساعدة الناجين وإعادة بناء المجتمع، فإن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها، ولا يزال الناجون يعانون من آثار نفسية وجسدية خطيرة تمثلت في فقدان الأحبة والعائلة والتشرد والاستعباد والتعذيب الذي تعرض لهم.